بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضا. نواصل الحديث عن بعض آيات ورد في سورة المؤمنون فيما يخص سيدنا نوح عليه السلام وقومه الأشرار. قلنا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. حدثنا عن الآيات دي كثيرا. على كل حال، هما أعذارهم باطلة، سعيهم فاشل، لأن الله هو اللي يسير في الأمور وهو غالب على أمره، مش يتفوع الواقع على مقتضى ما قالوا هما. إن هو لبشر مثلكم ويقول أن تفضل عليكم ولو شاء الله لا أرسل ملائكة. هذا كله ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل تلك الأعذار، لأنها هي اعتراض على ألوهية الإله وربوبية الرب سبحانه وتعالى، وهو كفر عظيم، وهو شأن هؤلاء شأن بغيض، ولابد يراه طعم ما اقترفوه من أكاذيب في الدنيا وفي القبور، وهي والعياذ بالله بالنسبة ليهم حفر النار ويوم النشور، وبعدها نهايتهم في قبر جهنم والعياذ بالله، ولكن ليس فيه موت ولا حياة، والماء يأتي من الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب الغليظ، ويأتي الموت من كل مكان. عارف ما نال ينتظر المنافقين والكفار. ونعاود: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله، ولو ما يفهم ربي شي حد، مش يدبر عليه، مش يقدم رأيه على ما يحبه ربي، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، مش ملكا كريما، ملائكة يعني ناس عظماء، ناس متفرعنين، منا دي ميجالومان سموه هذوما ميجالومان، هم الناس اللي عندهم هبال الكبر، يعني يقوم مثلا في الكون اللي هو حتى ربي ينساه، ولا ما يستعرفش بهذاك علاش هو ميجالومان، لأنه موش في مخطه باش يعرف اللي فما إله. على كل حال، ملائكة أنا يحبوا زيادة العدد، وكل ما زاد العدد كل ما زاد رفضهم وتنوعت حيلهم، ولكن فاتوا من الركب وحق عليهم القول في الدنيا والآخرة. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كانوا آباءهم الأولين هما لا ريفرنس نورماتيف، كانوا والديهم ولا جدودهم هما المرجع، أما الله مش مرجع عندهم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مش مرجع، وحتى الملائكة اللي ذكروها ذكروا الملائكة الكرام ليسوا بمرجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة